للاسف حنا الاحتجاج ديالنا اليوم وصل اليوم الثامن ديالو من بعد ما كنا كنخوضوا الاحتجاج في مقر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع تماره وانتقلنا لمقر سيدي تي بالدار البيضاء. الفرع تماره كانت تسجل جوج حالات وكانوا مشاو للسبيطار في واحد الحاله خطيره. عاودنا مره اخرى حاولنا نديروا معهم الامور اللازمه. الاطباء داروا معهم مجهوداتهم نشدهم كذلك ونشدناهم باش انهم يرفعوا الاضراب عن الطعام نظرا لحالتهم الحرجه يعني جدا، لان لدرجه اننا شفنا الدموع في اعين الاطباء وفي اعين الممرضين. بغاو يقادوا لهم غير السكر والطونسيون، ما قدروش انهم يقادوا الا بشق الانفس باش بعدا ولات الحاله ديالهم شبه مستقره. نشدنا بعض الاصدقاء باش يرفعوا الاضراب عن الطعام من وصلت واحد الحاله الحرجه ديالهم. استطعنا نقنعوا بعض الزملاء ديالنا انه يرفعوا الاضراب عن الطعام، ولكن كاينين بعض الزملاء اللي مستميتين ومصرين على انهم يبقوا في هذا الاضراب عن الطعام. منهم هاد الاخوات اللي وصلوا لواحد الحاله حرجه لان الوضعيه ديالهم الصحيه ما كتسمحش بانهم يطولوا في الاضراب عن الطعام، لكن للاسف التعنت وزاره العدل وعدم انه ما كايناش مؤسسات اللي جابت لنا الحقوق ديالنا والحقوق ديال هاد الناس. هادو راه كان اللي فاتوا السن ديالو كيشوف راسو راه ضاع فواحد الامتحان اللي كان كيوجد ليه باش انه يولي محامي، وكيلقى ابناء السياسيين وابناء وزراء اللي قراوا ولادهم في كندا هما اللي دايزين، في حين انهم هما ولاد الشعب ما دايزينش فقط لانه ما عندهمش واحد الوساطه، ما عندهمش واحد الحزب اللي كيقدمهم في اللوائح الريعيه. لذلك كنقولوا ان الحاله الحرجه ديال المضربين على الطعام، اخواننا المضربين على الطعام راه كيموتوا ويحتضرونا، ويعني موت بطيء حتى ماشي واحد الموت سريع. وكاين مجموعه ديال الزملاء ديالنا كانوا غادي يضرموا النار في انفسهم بليسونس، يعني وصلنا واحد الحالة ديال اليأس والإحباط اللي زرعت اللي زرعوا فينا هاد السي وهبي من خلال الهنجعية ديالو، من خلال الفساد اللي كان في الوزارة ديالو. وكما كتشوفوا هاد الفساد راه كنقولوا خروقات بالجملة، وكنطالبوا فقط النيابة العامة باش انها تدخل تفتح تحقيق وتوقف على هاد الملابسات وتوقف على هاد الجرائم اللي ترتكبت في حقنا، وهاد المهزلة ديال امتحان المحاماة اللي تكررت مرة أخرى في امتحان 4 يوليو 2023. لذلك كنقولوا انه راه يجب الناس العقلاء انه يدخلوا قبل ما توقع شي فاجعه ولا شي كارثه لا قدر الله، وانا ذاك غادي نكونوا امام المجهول.